كما قلنا مشاهدينا الكرام، المنتخب الجزائري الذي فاز سابقا بملعب جابوما واعاد الكره بفوز بعد السقطه التي كانت في كاس البريمير، عرفت الحمار ملعب الولايات الكاميرونيه. كما قلنا ايضا المباراه التي تاتي تحسما لتصفيات كاس العالم باعتبار مباراه العوده بعد مباراه الذهاب، مباراه الذهاب التي فاز بها المنتخب الجزائري بملعب جابوما الولايات الكاميرونيه. وليس